سيادة الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. سيادة الوزيرة مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني ليه 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 تكلم مصري مش تكلم عربي؟ زي ما حضرتك عارف، أنا لما بسافر وبقابل أبناء الوطن في الخارج بنتكلم عن المشاكل اللي يعني بيتعرضوا لها في الخارج، إذا كان طلبات، إذا كان مقترحات، إذا كان مبادرات. إنما في طلب بيبقى موجود في كل الدول اللي أنا بقابل فيها جالياتنا في الخارج، وهو إنه الأسر المصرية يعني بتعاني من موضوع إنه الأطفال اللي مولودين في الخارج أو اللي بيتربوا في الخارج بيفقدوا الهوية الوطنية وبيفقدوا اللغة العربية. في بعض الدول طبعا أو في الكثير منهم ما بيبقاش في مدارس مصرية، وبالتالي هو مش بيتعلم عربي، وما بيبقاش في أماكن تجمعات للمصريين الولاد يقدروا يتكلموا فيها مع بعض، أو إنه الأهالي بنفسهم يعني يقدروا إن هم يعلموهم بالعربي، لأن بيستسهلوا في يعني بعض الأحيان في الخارج ويكلموا باللغة الإنجليزية، يعني آملين إن هو يطور هذه اللغة الأجنبية. إنما الولد لما بيجي بعد كده ينزل مصر مع أسرته، سواء في أجازة أو بعد كده خلص المدة وراجع مصر، الولد بيصطدم إن هو مفيش تقريبا تواصل بينه وما بين أهل بلده، أقاربه، أصدقائه المحيطين به، فبيحصل حالات من الفجوة ما بين هذا الطفل العائد أو البالغ حتى الشباب من الجيل الثاني والثالث. عشان كده وزارة الهجرة فكرت إنه لابد من التعامل مع هذا الموضوع، وده جه في مبادرة اتكلم مصري اللي امبارح وقعت بروتوكول مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودار نهضة مصر. حضرتك عارف إنه دار نهضة مصر عملت الحقيقة مجهود جبار مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبرامج الإلكترونية للأطفال في المدارس المصرية. احنا بنعمل على صفحة الفيسبوك وموقع الإلكتروني للوزارة برامج بسيطة جدا بنعلم هذا الطفل أبناء الجيل الثاني والثالث، بنعلمهم العربي باللغة المصرية. مهم جدا ان هو يتكلم زينا عشان ما يحسش بالغربه، وبيبقى نوع برضه من يعني عايزه اقول رفع الهويه المصريه والانتماء المصري والشخصيه المصريه. اتكلم مصري مش بس لغه، اتكلم مصري بمبادئك وقيم بلدك، وان انت تبقى عارف. البرامج اللي هنحطها مش ان هي مجرد حروف باللهجه المصريه او عبارات باللغه المصريه، ولكن انا بديله توعيه، يعني بوعيه مثلا بحرب اكتوبر، بوعيه بالعاصمه الاداريه، بوعيه بالمصر الحديثه اللي احنا كلنا وصلنا لها النهارده، بس من خلال تعليمه للغه العربيه. طب معالي الوزيره، هل هيكون فيه يعني خطوات لتفعيل المبادره دي؟ انتوا اطلقتوها امبارح، يعني ايه اللي هيتم بعد كده؟ في خلال اسبوعين اول برامج بنحطها على الموقع الالكتروني للوزاره، وزي ما قلت لحضرتك هي برامج كرتونيه بسيطه جدا للاطفال، وبعدين الحقيقه هي مش للاطفال فقط، يعني احنا ما بيجي لنا رحلات وبننظم برامج لابناء الجيل الثاني والثالث، احنا كان لسه عندنا شباب الجيل الثاني والثالث من استراليا، في البعض منهم بيتكلم عربي مكسر وفي البعض منهم ما بيتكلمش عربي خالص. فهذه البرامج المبسطه بتبقى ايضا يعني منهج تعليمي بسيط حتى للكبار. الهدف منه ان انا بتواصل معاه، بعمل جسر معنوي بيني ما بينه، بيني انا كدوله وما بين هذا الطفل او هذا الشاب في الخارج، بصفه انه يعرف لغه بلده ويعرف يتكلم زي ما احنا بنتكلم هنا في مصر. جميل جدا، انا بشكرك يا معالي الوزيره نبيله مكرم، وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج.